حكيتي انت واحلام اتفقت. كيف استعدت اصاله لمواجهه احلام في سعودي ايدل؟ بس هاد جوز الشبكة هذا مستعرته. انما السؤال ليش انا مو حاطتيني اصاله بنت مصطفى نصري؟ لو سمحتي عدلي لي الكرت وبعتي. من وقت ما طلع اعلان عن سعودي ايدل وبلشوا التحليلات على التويتر والسوشيال ميديا انه رح نشوف كتير في منافسه بينك وبين احلام. مناغشه قصدك؟ مناغشه. مناغشه حيكون في مناغشه بعتقد. والمناغشات بلشت بالفعل، فمباشره بعد ما اعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق برنامج سعودي ايدل، بدات سلسله التغريدات بين احلام واصاله اللي حيكونوا ضمن لجنه التحكيم. وفينا نقول إنه هالتغريدات هي مجرد لمحة عن يلي حنشوفه بالبرنامج بديسمبر 2022، خاصة إنه بواحدة من التغريدات أصالة قالت إنه ممكن هالهدنة بينهم تنتهي، وأحلام ردت من هاللحظة خربت، وإنه أصالة تستعد للحرب العالمية الثالثة. حكيتي أنت وأحلام اتفقتوا شو رح يصير ولا تركينا هيك عفوي؟ لا نحن دائما الحمد لله منتركها للقدر، والقدر هو بتصرف. حلومة الحبيبة شكرا جزيلا على هالهدية الحلوة، بس ما لها علاقة بشو بده يصير بيناتنا هاي. والحرب ما حتكون بس باختيار المشتركين وبالتعليقات والمواقف، كمان أكيد حنشوف منافسة بالفاشن، فمعروف أنه أصالة وأحلام دايما بيهتموا بإطلالاتهم بشكل كبير، وأحلام اللي سبق وكانت بلجنة تحكيم أكثر من برنامج مواهب كل مرة بتتحضر بشوبينج من أهم البراندز. بده يكون عندك منافسة كتير قوية بالنسبة للأزياء. اي لا يعني ما بتنافس، انا طالعة بسيطة درويش على قد حالي. حضر حالك للأوتفيتس والله لسه ما حضرت، وحياة الله لسه ما حضرت، بس يعني مفكرة انه هيك اي شيء بالبداية تكون بسيطة وجعبالي يكون يعني على مزاجي وبسيطة. أما بخصوص المجوهرات، المعروف عن عشق أحلام إلها واقتنائها وحبها لأغلى المجوهرات، فهل أصالة جاهزة؟ حضرت عم بلش، أنا كله استعارة أصلاً، هذا استعارته من ريم أبو سمرة رفيقتي، مشكورة ما قصرت، هذا لا جوزي جبريا من المهسي باعي، بس هذا جوزي جبريا هذا مستعارته. عادي أنا غالباً بتكون الأشياء اللي بلبسها لرفقاتي لأنه لازم بدلهم، وأكيد ما عندي هذا الكم، فبستعار من رفقاتي وبرجع لهم ياهم.